مكملين وعدات المومنتم اكويشن كويس جميل جدا. طيب المومنتم اكويشن دي طلعت لك كام معادله؟ الاكس والواي والزد دايركشن كويس. يبقى انت عندك كام معادله؟ ثلاث معادلات. الناتجه من المعادله سميشن بيفور بتساوي الام في الايه؟ طب الثلاث معادلات دول فيهم كم مجهول؟ اربعه. ايه هم الاربعه اللي قالوا؟ البريشر والثلاث سرعات اليو والفي والدبليو. طب الثلاث سرعات في اربع مجاهيل في ثلاثة ايكويشن ما تمشيش، لازم نحصل واحدة ايكويشن كمان كونتينيوس. يبقى الايكويشن رقم اربعة يبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة كونتينيوس. خلاص؟ جميل جدا كده. يبقى انت المعادلات بتاعتك قبل تقدر تحلها كلها مع بعض. طب حلو، بس انت عشان تحلها مع بعض كنت محتاج تعرف حاجة اسمها ايه بقى؟ رقم اثنين الباوندري كونديشن. جميل جدا وبرافو عليك الباوندري كونديشن. طب حلو، هيبقى راس مالك النهارده في الشيت كله الباوندري كونديشن. وانا قلت لك ليه؟ ان الحل الايكويشن بتطلع واحده بس في ثوابت. الثوابت دي انت بتجيبها عن طريق الباوندري كونديشن، لو اختلفت تختلف الثوابت. خلاص؟ طيب كنا بنحسب حاجه ثانيه لما بنحب ايه اهم حاجه في المساله تطلب؟ او انا قلت لك في شكلين في المسائل، يدي لك الفلوستي فيلد ويقول لك هات البريشر فيلد وحلينا عليها المره اللي فاتت. الشكل الثاني ان هو يطلب منك الفلوستي فيلد صح؟ اللي هي يعني ايه فلوستي فيلد؟ اللي هي معادلة السرعة. معادلة السرعة اللي هي وليكن اليو دالة في واي، دي اسمها الفلوستي فيلد. طب يا أستاذ الفلوستي فيلد طلع بهذا الشكل، وأنا قلت لك كان في شكلين، كان في شكل كده مسميناه يونيفورم، والشكل بهذا الشكل اللي هو معادلة من الدرجة الثانية. برافو. خلاص؟ حلو. طب لسيادتك لو حبيت اسالك سؤال محوري جدا، انت مش جبت الفلوسي فيلد؟ هات لي فوليوم فلو ريت. عادي جدا. الكيو بتساوي ايه هنا؟ وبتساوي ايه هنا؟ الاريا اللي هي مساحه المقطع مضروبة في السرعة بس ايه بلا؟ المين فالي او الافريج. خلاص؟ السرعة المتوسطة. طب يا باشمهندس الفلو هو ماشي حصل له ديفلوبينج اتطور نتيجة اللاير فيسكس افكت والكلام ده فطلعت البروفايل بهذا الشكل. طيب برافو، هتحسب ازاي الفوليوم فور ريت منه؟ بتكامل لهذه السرعة المتغيرة على الاريا. طب يا باشمهندس هو انت بتكمل من فين لفين؟ خد بالك ان الاكسس اهو ده الاكسس، يعني هي داير مندوب. لا متأثر. هو انا اقفل دي واضربها في اتنين ولا اعمل ايه؟ بس في سيمترية، يعني اعمل ايه؟ تفتكر دي الفوليوم فلوريت دي يعني ضعف الحته الصغيره دي ولا ايه؟ ايوه زي بعض. ولا ايه؟ على حسب الشكل، حسب شكل اللون. الفلو فين هو؟ لو كده يبقى زي بعض تحت زي فوق. اصل هو ايه بقى؟ داير ما يدور في سيمتريه.
بقول لك ايه، ما نخرج بره هذا الجدل ونبص للجنب ده السايد فيو، يبقى هو ده محور الارض بتاعك. وانت لما بتطلع السرعه في عند اللاير دي، يبقى انت دلوقتي حدود التكامل بتاعتك بتلم من عند ار بتساوي كام لغايه ار اللي هي الكبيره. حدود التكامل بتاعتك من زيرو لار، يبقى من ار بتساوي صفر. ما هو انت لما بتطلع ميلي واحد بس بتجيب كله، فاهم؟ مش بتجيب حته وفوق وبعد كده اضرب في الدنيا عشان تحت، لا دي اللي فوق هي اللي تحت، لان هي دايما ميلوب. طب لما احب اعرف ان الراديوس الكبير اهو، النقطة بقى اللي عايزين نتناقش فيها حالا، الجي ال بتساوي ايه؟ هي فيها شكلين، يا اما البايب يا اما تشنل. في حالة البايب الجي اريا بتساوي 2 باي ار. في حالة التشنل، التشنل على فكرة اللي هي متوازنة المسلسلات كاملة مهر، فاهم؟ هي بتساوي هنا بقى الجي اريا بتساوي هي السرعة بتتغير محور واي. السرعة بتتغير مع محور واي يبقى دبليو جي واي، والعمق اهو. خلاص الفلو جاي بهذا الشكل، يبقى دبليو جي واي يا اما 2 باي ار تي ار. حلو قوي. طب ما يا باشمهندس ما تورينا مسألة كده عشان نفهم انت بتقول ايه. البلوستي بروفايل هو هي مين؟ دلوقتي مين اللي موجوده معايا؟
يو ار يو ار يو معايا ثلاثة بس هي اليو فانكشن فور. مين اللي موجود؟ ده مصفر لي اثنين والثالثة موجود. مين بقى الثالثة؟ الزد اللي في اتجاه الأكس اللي ماشية كده خلاص؟ طب أما ليه اليو ار بصفر؟ يعني ايه يو ار أصلا؟ اللي هي المرتبة في اتجاه الريتلز. يبقى مفيش حاجة طالعة ما بتشتش، هي بتمشي كده ما فيهاش كومبوننت فيرتيكال كده، ما فيهاش اتجاه لاخر. ويعني ايه ثيتا بصفر؟ بس هو كده انا في اتجاه الاكس، لو عملت كده في اتجاه الار، لو مت كده يبقى ايه؟ اتجاه ثيتا. الداير ما يدور. فكل الاثنين دول مصفرين، هي ماشيه كده. ماشيه عدل، وامشي عدل يختار عدوك فيه. طب جميل جدا. طب تعالى نكتبها كده عشان انا بتلخبط فيها. اليو بيساوي 1 على 4 ميو في بريشر جريدينت ار سكوير ناقص الار سكوير. حلو. قبل ما ابدا اعرف المطلوب هسالك سؤال مهم جدا. هات لي السرعه عند الار بتساوي نص ار موجبه ولا سالبه؟ الار بتساوي نص ار. نص الكبير يعني في المنتصف، المنتصف البايب. سالبه يا راجل، هو في حاجه اسمها سرعه سالبه؟ اذا كان ماشيين كده عكس كده ليه؟ ما ليه بقى؟ البريشر اكبر منه. ليه؟ البريشر اكبر منه. البريشر عكس اتجاهه. ان البريشر الانلت اكبر من الاوتلت. طب ويفيدك ايه يعني؟ هيفرق معاك في ايه؟ الاكسلريشن بس العكس، الاكسلريشن بتقلل من سرعه الفلوز نفسه. لا ما حتى لو البريشر جريدينت، لو الضغط هناك كبير وانا رايق له فبهد، بس لسه برضه في اتجاه. انا بهد بس لسه في اتجاه. موجبه ولا سالبه؟ ليه؟ هو انا عارف هي تحت فعلا. ماشي، بس ليه هي سالبه؟ لا عشان البريشر الكبير هو اللي ورايا وزن. هو انت وانت بتتحرك من هنا لغايه هنا انت كنت 5 بار، هنا الضغط كام؟ اقل 3 بار. وانا هنا ايه؟ يبقى 3 بار ناقص 5 بار على الطول، يبقى القيمه دي تطلع ايه؟ ثاني ان طول ما انت ماشي البريشر بيقع، فتغير الضغط في اتجاه اكس بيقل. مهمه جدا دي. يبقى الضغط طول ما انا ماشي الضغط بيقل، يبقى معدل تغير الضغط في اتجاه اكس نيجاتيف. واضحه جدا. ففعلا لا تصدق البريشر دي مظبوطه عشان يبقى نيجاتيف. النيجاتيف ده يديني ايه؟ ممكن. خلاص. طب عايزين يا باشمهندسين الفوليوم فلو ريت، اجيب منين الفوليوم فلو ريت؟ الانتجريشن بتاع ايوه تكامل اليو اتنين باي ار دي ار. الله يكرمك ومزيح نفسنا ومطول اللي هي دي ال اتنين باي ار دي ار صفر ار، وبتكمل من الصفر للار تساوي صفر، الار بتساوي 1 كام؟ خلاص؟ طب هتحط دي هنا هتعرف تكملها؟ ما تعقدش نفسك دول ولا كانك شايفهم. برضه التكامل. اتفضل لك دي. تعملها ازاي؟ تزودها 1 وتقسم ده قطر، ده بص قطر، لكن الفاريبل اهو. معلش مش هقدر اعمل، مش هستنتج عشان نحل رسائل. فدي حته رياضه. يبقى اليوم حسبتها بعد كده اتعوض. طب يا باشمهندس هو كان عايز الكل فلوريد بس، وعايز المين بلس، عايز الابل طبيعي. يبقى طب ثانيه بس عشان نشوف حد يقول لي هنعمل سيمتريا ازاي. الفيو انت حسبتها كاكسبريشن. الاريا باي ار سكوير، باي ار سكوير
نعملها كده ولا نتني؟ اوعى تكون انا بغلطكوا فتفضلوا متلخبطين. طبعا دي حاجه كبيره، ده الرقم كابيتال فاهم؟ لكن الفاليبل ماليش دعوه بيه. معلش يا باشمهندس، هو اكيد كده اه حلو. تصدق فين هم بقى؟ انا مش عارف. في اتنين ريديوس ولا ثلاثه؟ هو واحد ريديوس بس، هو عشان الكبير اللي جايب الماكسيمم معرفه بالظبط. ده يعني بيقول لك الكاركتر دي نص الدرجه. بيقول لك ايه كمان؟ عايزين الماكسيمم في نص. الماكسيمم بلس عند احنا مش عارفينها فين اصلا. عند هو واحد لماح هيقول لك اذا كنت الريديو صوت وبطرح منه انا عايز ماكسيمم بقى جايب عند ده كام؟ صفر. القيمه دي انت تبقى اكبر حاجه لو ده بصفر صح؟ بلاش احنا ناخدها في الشكل التاني. يبقى تعمل الدي يو باي دي ار. نعم جديده دي. لا انا استنى انا بس بتلخبط شويه. دي يو باي دي واي ولا ايه رايك؟ حافظينها كده؟ واي دي واي. اذا كنت انا شغال في الخلاص يبقى مفيش الكلام ده بقى. يبقى دي يو باي دي ار بتساوي فاضل الكلام ده وساويه بالصفر يبقى 2 ار واحد على 4 ميو انت بيع على هيبقى 2 ار واحد على 4 ميو يبقى فاضل الفريشر بالنسبه للفيس بس كده. طب يا باشمهندس وبعد كده ساويها بالصفر. اذا الريدس اللي عنده الدي يو باي دي ار بيساوي صفر، الريديوس ده بيساوي كام بقى؟ صفر. اذا السرعه الماكسيمم بيساوي السرعه يو بس عوضني الار بيساوي صفر، فاهمينها؟ اه اهي. بس دي يو دي ار يبقى السرعه الماكسيمم بيساوي السرعه يو بس عوض على الار بيساوي صفر. صفر خلاص خلاص يبقى سالب واحد على 4 ميو ار سكوير. طب بسمتك وفي حاجه اسمها سرعه ماكس سالبه؟ هو البريشر هنا العكس. سالب بقى سالب اهو خلاص. يبقى انت بتبقى بتطلع النتائج وبتحللها. دي اهم حاجه على فكره في المهندس، ان الرقم اللي تحلل المساله وانت بتقرا حل هي دي اللي انت هتخرج بيها الكليه دي. الكليه دي كلها هتخرج بالتحليل، تحلل بناء على زيت المسلمين، على الفلويد ميكانكس، على السيربو داينامكس، على اي حاجه انت درستها بتحلل. الكلام ده واقعي ولا ما يمشيش؟ بس يا ريت تحس بالارقام عشان لما تخرج بره تبقى حاسس بالارقام. ما يبقاش بيقولوا اي ارقام وانت ماشي والسلام. نكمل. عايزين بقى ايه بقى؟ الفيسكس شيب فورس. لا لازم تعمل، عشان لو كتبتها ككلام وعوضت تقرير الايكويشن دي بالكلام بتاعك تاخد درجه. ما تقولش لازم تقول التاني. اكتب اللي انت قلته حالا، اللي انت قلته ده اكتبه. يبقى فيزيكس صح؟ لكن انا كتبته رياضي. واضح؟ ماشي. انا بكتبه في دم نفس الكلام في الناحيه الثانيه اللي انت قلته. بس لازم تكتب، ما انت المسألة خطوات وليها درجات، فما توقعش منك حاجة شبه كده. عايزين نجيب الفيسكس شير فورس. أول المحتوى هتساوي نيو. أول حاجة هتقول لي يا باشمهندس الشير فورس بتساوي إيه؟ التام مضروبة في الإيريا. طب حلو أوي، طب بنجيب لي التام عشان نرتاح كده ونخلص. اللي هي الميو في الدي يو باي دي ار. ودي ايه؟ بتضربها في مين؟ في النيو. اذا
خلاص كده ده ليه ليه تعال بقى بتاع المحللين مرسلة مرسلة عايز اناقش معاك كده مشكلتين مهمين جدا 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 انواع الفلويد فلو ها لامينار وبيرفلو ايه تاني في على فكره اللي انت في الاتجاه اللي انت بتقول فيه وفيسكاس وين فيسكاس ماشي وايه تاني ماشي اخر واحده بقى دي ها والسيني وقال اسبانيا ايه تاني هي فاضل واحده بس هي ممكن ما تكونش قابلتك تاني اصلا ان الفلو بتاعك وعارفين انا بتكلم في الكومبوننت في ذا فيرست توكسيك سيتويشن
شايفها انت دلوقتي البريشر جريدينت البادي فورس الجرافيتي فورس مش مشكله صح والثالثه جايه الثالثه يمين خلاص يبقى ايه كده تمام يبقى مفيش تغير في الضغط في اتجاه اكس. طب سؤال كمان لو انا حبيت احرجك في السؤال كمان واصعبه طب يا ترى بقى انت فاهم الضغط هنا في اتجاه اكس عامل ايه؟ هنا ايوه طب لو في واي بقى هل يوجد تغير في اتجاه الواي؟ يا سلام على اللي ده طبعا الفوش اتش صح اسمها هيدروستاتيك فورس يبقى تغير الضغط في اتجاه واي ناتج من حاجه اسمها هيدروستاتيك فورس يعني هيدرو ستاتيك فورس هيدرو يعني مائة وستاتيك اللي هي كانها ساكنه فورس يبقى نتيجه المائع كانه كان زائد خلاص اللي هي الزد يا اقصد اللي هي الايه الاتش لو جي خلاص يبقى التغير الضغط في اتجاه واي موجود عشان هيدرو ستاتيك فورس برافو مين مش فاهم اللي انا بقول عليه ده عايز اطلب منك هنا اتنين باوندري كونديشن ات واي بتساوي صفر اليو عايز واحده كمان الواي بتساوي اتش الواي بتساوي اتش لا بريشر ايه؟ انا عايز سرعات برضه الماكسيمم مش عارفها ايوه الله ينور عليك ان النقطه وقال الشيل هو اللي بصفر صح؟ هو ليه الشيل بيساوي صفر؟ وانت بتشيل مع مين اصلا؟ ده هوا هوا فانت ما فيش شيل او يعني الزون بتاع الهوا تقريبا مجمد فما فيش اي احتكاك مع الهوا فعند النقطه دي الشيل بتاع الفلويد صفر لان لو انت حابب تتخيل ان الموضوع ده هيكمل من فوق كان هيرد اهو فاهم باوندر كونديشن خطر كتب بهذا الشكل جميل طيب تعالى بقى نحل المساله رقم 10 كده احنا عندنا فيها بسبعه لو انت هتلاقي نفسك بتجري على ايه ماكسيمم
طب وانت مش عارفها بص على الشيل، فاكرين بتبص على الشيل على طول ان الشيل بيبقى السرعه ماكسيمم الشيل صفر خلاص. بس لازم تبقى المعنى صح، مش اي ماكسيمم الشيل بصفر. طب ما السرعه هنا ماكسيمم يبقى الشيل بصفر؟ لا خلاص، مش معنى هو مش شيك على بياض، هو السرعه ماكسيمم يبقى الشيل بصفر، مش شيك على بياض خلاص نهايه. وانتوا فاهمين يعني ايه الفيزيكال بتاع الشيل بيساوي صفر؟ ان السلوب بتاع اللاين بقى فيرتيكال، هو ده الراس، هو ده اللي بيكون في الموضوع. طب حلو قوي، تعالى نرجع بقى لقضيه الباشمهندس كان ايه قال عليها. اتجاه الجرافيتي فورس فين بقى؟ وفين الزد؟ بيقول لك نورمال على البيتش بتاعك. فاهميني؟ عموديه على السبوره كده، يبقى الزد زد كده، واتجاه الجاذبيه زد او في النيجاتيف دايركشن خلاص. يعني نخليها كده عكس عشان يبقى كلامنا مظبوط. او اقول خلي الزد الناحيه الثانيه، عموديه على السبوره اهو، واتجاه عجله الجاذبيه اهو. السؤال بقى اللي انا كنت قلته السكشن اللي فات، انا عندي جي اكس وجي واي موجودين؟ لا جي زد ده اللي موجود. بس يبقى هتظهر هنا اي جرافيتي، هتظهر في الزد دايركشن. طب حلو، طب يلا يا اساتذه كده شغلوا معايا، عايزين نجيب الفلوستي فيلد. نبدا بالفلوستي فيلد الاول. ما هو اول حاجه نبدا بالكونتينيوتي. انت عندك الفلوبات ماشي مثلا في الاتجاه السرعه يوسف اتجاه الاكس، او نقول في اتجاه الاكس، يبقى اول خطوه الكونتينيوتي ايكويشن. طب هنا ما كتبتش كونتينيوتي ايكويشن بس في الجنرال فورم، ليه كتبتها كده؟ صح؟ لسه الناس فايته برو عشان انتم بس اوقع مين؟ ان دي مفيش نفس ولا في نفس، يبقى تفاضل السرعه يو بالنسبه لاكس تساوي صفر، يبقى يو مش فانكشن. اذا فاضل اي كامل اسف اعمل انتجريشن في سؤال دلوقتي جاي لنا من استمغراف بيقول نسب قرن ده. انا السرعه ماشيه كلها كده، ملهاش اي مركبه في الواي ولا فيكتور ده في اتجاه الاكس خلاص. فهيبقى تفاضل النيو يبقى السرعه في بتساوي صفر، والسرعه ده بتساوي صفر. تفاضل السرعه يو بالنسبه لاكس بتساوي صفر كامل كده، يبقى زائد فانكشن في ايه بقى؟ في الواي بس، لان هي ما بتتغيرش، لان هي نقول في التو دايمنشن بس خلاص؟ لان هي يعني الجزء اللي هو عاملها على السبوره ده انفينيتي انفينيتي كبير جدا، فهيبقى في الاتجاه بتاع الزد ده مفيش سرعه تغير يو بالنسبه للزد مش موجود، لان تغير اليو بالنسبه للزد بيساوي صفر، لان الزد انفينيتي. جميل؟ حلو، عرفت ان السرعه يو هتطلع لي فانكشن في واي. يعني ايه فانكشن في واي؟ السرعه يو، اليو دي مش اتجاه اكس، يعني ايه فانكشن في واي؟ بتتغير مع واي، انها بتتغير مع واي. حلو قوي. طب عايزين نجيبها بقى، عايزين نجيب الاستاذه دي، هنجيبها منين؟ هنفقد دلوقتي المومنتم اكويشن، بس افتح اخبط على اي باب؟ على اكس، اخترت الاكس ليه؟ لان السرعه يو هي الموجوده، يبقى رو اليو مع التايم، اليو مع الاكس، زائد الفي يو مع الواي، زائد الدبليو اليو مع الزد، بتساوي نيجاتيف تغير الضغط في اتجاه اكس، زائد رو جي اكس زائد النيو
زائد سكوير يو مع الواي سكوير زائد سكوير يو مع الزد سكوير او عايزين صفر الميو كل اللي جنبها ميو كل اللي جنبه صفر اول لا لا انت قاسي قوي ليه كده انت عارف ده من جنب ده في الاول طب دي بقى هتفضل ازاي لما انت عندك اليوم بس تجيب بس عندي اليوم عندي طلب والدي بزيرو والدي بزيرو والأوميجا بزيرو شكراً للبيك زيرو البيك زيرو طب حلو والدي بزيرو كمل معي هتصفرها ملاكين مين طيب ما انت ما تستحلل ما يبقاش الموضوع على هواك صفر 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 وحد واخد باله صفر 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 لا يا حبيبي ما انت هتجيب في الاخر اول واحده تجيب صفر عشان تجيب صفر عشان الانفينيتي بزد بس كده ماشي اه عشان تحصل طلع في الفيديو اتشارت وديها الناحيه الثانيه واسمع عليها التفاضل السكوير مع الواي سكوير واحد على اليوم ووقفت البند دلوقتي في اليوم بس انا عايز السرعه اليوم اللي جابها لي المشروع الثانيه كمل مره طب تعالى واحده واحده بقى يبقى تفاضل اليوم بالنسبه للواي بتساوي واحد على اليوم الديفرنشال جريدينت بالنسبه للواي زائد السي 1 خد لقطه كمان يبقى اليوم واحد على اثنين ميون تفاضل البريشر بالنسبه للاكس واي سكوير زائد سي 1 واي زائد سي 2 طب احنا عايزين سي 1 وسي 2 بات على فكره يعني المساله مش صعبه وكلهم شبه بعض كده اللعبه بس الايه؟ سيستماتيك زي ما اسمها في اللعبه في الوقت الكونديشن في الوقت يعني ايه طب ليه ما جبتش تعالى كده ايه الواي بتساوي صفر عند الواي بتساوي صفر السرعه يو بتساوي صفر اذا سي 1 صفر صفر بس سي 2 الثابت الثاني بسالف عوض بس سي 2 بتساوي صفر اذا السرعه يوم هتساوي واحد على 2 ميون البريشر جلد الاكس واي سكوير زائد سي 1 واي مش احنا عوضنا عند الواي بصفر انا جبت السي 2 اهي عوضت ما انا عوضت هنا بالباوندر كونديشن جبت السي 2 طلع بصفر فجبت بقى المعادله الاصليه وهي منها السي 2 تعالى نكمل ونجيب السي 1 هتقول لي هات عندك الواي بتساوي ايه؟ الواي بتساوي الاتش اليو بتساوي دي سي اليو بتساوي الفي باك الفي اللي هي جيفن جيفن هو مديالك جيفن كويس هو اداله جبت طيب برافو إيه يبقى اتعود هنا في اتش وهنا في في وتوديها الناحيه الثانيه خلاص اذا اليو نجيبها بقى على طول ركز معايا بقى عشان ايه هنرسم الرسمه دي ومش عارف الدكتور رسمها عندكم ولا لا محاضره هقول لك هو انا اللي انا عايز يبقى ايه اسمه كده اليو بتساوي البي الواي على الاتش ده واحد على 2 ميو زائد واحد على 2 ميو
لا ما انا عارف انا كنت بيديك صعب اللي بتبع على المرأة ازاي واحد على الاثنين كويس كويس معوضنا يعني يبقى هتجيب سي 1 بهذا الشكل حطها تطلع لك اليوم فاهم؟ يبقى انا عملت ايه؟ الواي بتساوي اتش يبقى اتش سكوير وهنا هتبقى اتش ودي دي الناحيه الثانيه يبقى في ناقص الكلام ده واقسم على اتش يبقى في على اتش خلاص؟ بعد ما تجيب السي 1 بدنيته عوض فيه هنا في الايكويشن دي بعد كده طلعها لي بهذا الشكل خلاص؟ طيب دلوقتي يا شباب بقى عايزين نرسم الفلوستي بروفايل مع وجود بريشر جريدينت. انا لسه هجيب البريشر فيلد بس هو بيقول لي في الاخر كان قايل لي في المساله هات الايه؟ الفلوستي بروفايل او الفاميلي بتاع الفلوستي بروفايل. كويس حد قال لي دلوقتي ان ما عوضتش ليه بالمومنتر في الواي دايركشن هتجيب سرعه مين؟ مفيش صغير هي عدد الجاذبيه موجوده بس مش هتسمع معايا في السرعات هي هتسمع في البريشر هي هتسمع في البريشر بس انا دلوقتي بخليها في السرعات ثانيه واحده هو نعمل نويز كير ماينس اتش واي يا باشمهندس بص هنا عوض بالواي بتساوي اتش حلو واليو بتساوي في ودي دي الناحيه الثانيه هات السي 1 هيطلع بقى زي ما يطلع هتطلع حاجه كبيره كده وشكلها كبير كويس بعد ما تجيب السي 1 والسي 2 بصفر عوض هتجيب اليو ماشي خدت عوامل مشتركه وقسم خلاص طيب دلوقتي بقى الفلوستي بروفايل بتاعك ده هل يعتمد على البريشر جريدينت؟ شور موجوده اهي صح؟ ابسلوتلي البريشر جريدينت ده ليه كام شكل؟ انتوا عارفين واحد ان البريشر جريدينت بنيجاتيف يبقى البريشر جريدينت بس انا هستاذنك بس ان انا اخد الجزء ده واسميه بي بارامتر انا حر خلاص اخد الشكل ده واسميه بي بس قبل ما اعمل كده ثانيه عايز اخد دايمنشن لسه ممكن تقسم على بي ممكن تقسم على بي ممكن تقسم على في وتطلعها وتضرب الكلام ده جوه انا عشان اسهل عليا الرسمه بس انا عايز دلوقتي طلعت البلوست بروفايل اهو عايز ارسم بس قبل ما ترسم بتحولها لدايمنشن لس هي اهي اللي انا طلعتها اهي جميل اضرب الكلام ده كله جوه اضرب الترم ده جوه جوه في الجزء ماشي واقسم على الفي عشان تبقى اليو مقسومه على الفي اليو كابتر دي اللي هي الفي بتاعتنا ماشي هقسم على الفي فهتديك الايكويشن دي خلاص وخد بالك الواي سكوير على اتش سكوير موجود على فكره انت لو عملت الكلام ده هتطلع والاتش بس الفي هنا ده اتش سكوير فهتطلع لك في ايه في الاخر بقى؟ في صوره الدايمنشن ليست يو على في بتساوي واي على اتش خليك في اللي انا بكتبه ده ناقص
ناقص اتش سكوير. هي هنا الرموز مختلفه بس على الاثنين نيو في البريشر جراديانت مضروب في واي على اتش في واحد ناقص واي على اتش. هقول لك حاجة اضرب الكلام ده كله جوه معلش اضرب الكلام ده كله جوه مش من الاول كده انا انتوا مش عارفين بظبط بس الشكل مش معاك ورقة وقلم اضرب لي الكلام ده كله جوه جوه الجزء ده اتش سكوير في واي سكوير على اتش خلاص تبقى تديك ايه اتش ومضروبه في واي يبقى اتش واي اهي يعني هو خد الواي على الاتش عامل مشترك ايوه شغل عامل مشترك ويطلع وفريدهم كلهم لو ضربت اللي انا بقوله ده على السبوره ده ضربت كله في بعض اطلع لك اللي فوق انا كل اللي عملته غيرت الشكل غيرت الشكل روح من البيت هتعرف تجيبها مش صعبه. انا بعمل كده ليه بقى؟ هو ده اللي انا بطبق عليه حالا. انا بعمل كده ليه؟ هي في صوره الدايمنشن لسه. ان يو على في كل ده دايمنشن لسه. هو بيقول لك ان المطلوب الثاني بعد شغلت الفلوستي بروفايل الفلوستي فيلد اسف هات الفلوستي بروفايل ارسل. هل الرسمه بتاعتك بتعتمد على البنت بتعتمد على البريشر جريدينت؟ هل لما اجي ارسم دي بتعتمد على البريشر جريدينت ولا لا؟ اكيد مش جوه وعايز اشوف تغير السرعه يوم على الواي من اتش ده رقم كل دي ارقام خلاص؟ طب تعالى نشوف الرسمه هتطلع ازاي؟ يبقى الفلوس بروفايل الفلوس بروفايل بتاعك انت عندك البريشر كريدت يا اما يكون هي ايه يا اما يكون نيجاتيف يعني فين يعني ايه ان بدون ما انت الضغط بيحصل له ايه؟ يل او صفر او يكون ممكن يعني ايه ممكن؟ يعني ريزيستنس بتزيد ولا بتقل؟ ريزيستنس انا على الفلو انا فلو ماشي دلوقتي والضغط طول ما انا ماشي قاعد بيزيد الريزيستنس بتزيد عشان تدي له القوه اللي هو يمشي ما انت الفلو بيهدى الفلو بيهدى فضغطه بيزيد السرعه بتقل فالضغط بيزيد في مقاومه زي ما وليكن العربيات داخله على اشاره مرور والعربيات واقفه فانت جاي بسرعه كبيره وهم واقفين فلازم تهدى لان بريشر جريد في 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 بريشر عكس عليه تعال نتكلم لو في حاله بس انا لما اجي اكلم البريشر جريدينت ده هتكلم على الشكل ده انا احط الشكل ده كله ثوابت ما عدا ده وهديله رمز اسمه بي البرامتر لو كانت البريشر جريدينت بتاعك بصفر يبقى البرامتر ده بكام؟ برافو عندي كده بقى الفلوست بروفايل الجديد يبقى اليوم على الفي بتساوي واي على اتش حد يعرف يرسم؟ هو ده لينر الله ينور عليك النقطه وقال لينر يبقى عند البراوتر بتاع بيساوي صفر بقى خدت الترم ده كله
لا هتاخده بجد ده بس. البرامتر ده كله بصفر، يبقى الترم ده كله بصفر، يبقى عند اللاين عند البرامتر بيساوي صفر هيديك الخط اللينير ده. بيديك الخط اللينير. كل ده عشان لسه بس تروست بروفايل. طب حلو. طب يا باش مهندس ايه؟ لو في حالة ان تغير الضغط بالنسبة لإكس نيجاتيف. يبقى تغير الضغط بالنسبة لإكس نيجاتيف. البارامتر ده يطلع ايه؟ يطلع عشان اصلا في هنا ليه معايا اكس هنا هو انا السرعه يبقى البارامتر ده الفوست موجب يبقى السرعه الفلوس بروفايل الجديد يبقى اليوم على الفي بيساوي الواي على الاكس زائد ولا ناقص زائد البارامتر ده مضروب في واي على اتش واحد ناقص واي على اتش. طب تعرف ترسم لي ده لما انا دلوقتي في الحاله دي كنت بطلع واحد منهم في الصوره اللي هي ادالك 5 متر بير سكند في الشكل ده هتبقى معاك الخمسة رقم ولا أزيد؟ صح؟ أزيد. وطول ما أنت ماشي بتزيد. بس كده ألف. وألف مش زايد. اليوم زادت. يعني بتزيد كده بعد كده ألف كده. عشان تحقق الباوندري كونديشن. لازم نوصل للبي. هو انت ده باوندري كونديشن لازم تحققها خلاص. يبقى السرعه هنا زادت اهي. يبقى البارامتر بتاعك في الشكل ده اهو موجب. اللقطه الثالثه اللقطه الثالثه لو كان تغير الضغط بالنسبه لاكس بازدياد البارامتر بتاعك يبقى ثاني. يعني الفلوس بروفايل بتاعي يبقى ايه؟ هيبقى اليو على الفي يساوي الواي على الاتش ناقص البارامتر بتاعك واي على اتش واحد ناقص واي على اتش. يعني انت دلوقتي كنت بتطلع الواحد منه هيبقى معاك خمسه ولا اقل؟ هيبقى اقل. مش هينفع لي كده. خد بالك بقى من اللقطة اللي جاية دي. هو ايه الرسمة الخط الثالث ده بقى؟ الخط الثالث ده يعني في لوحة حصلته ايه؟ خد بالك انا لما برسم اسمه ايه ده؟ برسم المتجهات بتاع السرعة في لو هو ماشي اهو. ماشي كده اهو. في الأزرق. تعالى في الأخضر هيبقى ماشي الحتة الصغيرة دي. تعالى في الأخضر الثاني بقى. ايه ده؟ بلاش فبعدين بلاش لا مش كده. انت دلوقتي كلكم كنتوا ماشيين مع بعض كلكم كنتوا ماشيين مع بعض بس خد بالك ان لو انت ماشي تغير الضغط بايه؟ بيزيد. تغير الضغط بيزيد. طب وانا همشي معاك ليه؟ انت مش عايز. فهتلاقي في شويه رجعوا وفي شويه مكملين. ودي اسمها الباك فلو. ان الفلو تبقى انت شويه ماشيين فوق وشويه راجعين من تحت. لان خلاص انت مش عايز اصلا في بريشر جريتر بازدياد انت الضغط الريزستنس بتزيد. فاصلا يبقى هنا في حاجه اسمها الباك فلو.
عايزين نجيب البريشر بريدكت. يبقى انت كده رسمت البروست البروفايل بتاعك. واول خد بالك، طب سؤال، الخط ده اللي انا المفروض ترسمه بالشكل التاني ده، ايه رايك في التانجنت ده؟ يعني ايه؟ يعني يعني اتكلمنا على الشيل، اتكلمنا على الشيل صفر صح. اللقطه دي كده خلاص الشيل بقى بصفر. يعني ايه؟ انا خلاص هتزحلق وهرمى، فاهم؟ ماشي خلاص. انت هنا كنت معاك القدره بتدي فريكشن مع الجدران خلاص، والريزستنس قاعده تزيد خلاص. سيب الارض سيبها، انت ماشي ليه؟ انت ايه اللي موديني؟ يبقى خلاص هتوصل لغايه الشيل بيساوي صفر، وهوبا اللقطه اللي وراها ايه؟ ارجع ارجع. نعم؟ يعني عند الارض تساوي صفر؟ لا، يعني عند الارض تساوي صفر المكان ده، المكان ده وفي البلوست بروفايل ده، يعني في بريشر جريدينت معين هتوصل عند الايه؟ انا مش ماشي يعني خلاص تكه وهتزحلق وارجع. خلاص؟ فده البلوست بروفايل. عايزين نجيب البريشر فيلد بقى. انت كل ما طول ما انت ماشي البريشر بريدجنت بيزيد، الضغط بيزيد اهو، تغير الضغط اتجاه. عايزين نجيب البريشر فيلد. طب تعالى نشوف اتجاه الواي. الواي دايركشن. عندك سرعات؟ عندك عجلة الجاذبية؟ يبقى تغير الضغط في اتجاه الواي، إذا البريشر هيبقى دلتا في اكس في اكس وزد او زد ولا زد؟ لسه هاجي احكي في السطر اللي جاي بس. اكس زد ولا اكس او زد؟ اكس زد. ليه بقى؟ ما هو لسه مش انت بتقول لي دلوقتي تغير الضغط في اتجاه اكس موجود اهو، بس بشكل ايه؟ ليبيا صح؟ ان هو بيتغير ليبيا، اللي هو بقول تغير الضغط في اتجاه الاكس بيساوي بي 2 ناقص بي 1 على اكس 2 ليبيا. ليبيا يعني ممكن اقول ان الضغط على الاثنين بيساوي ما اكس 1 كانها وليكن بصفر، يبقى بي 2 بتساوي بي 1 زائد تغير الضغط في اتجاه الاكس في المسافه اللي انا مشيتها صح؟ اهو يبقى ضغط 2 بيساوي ضغط 1 زائد تغير الضغط في المسافه اللي انت مشيتها. طب وكده يبقى الزياده ده انت بتزودها، يا كده هتزيد ولا بتقل؟ يبقى الضغط 2 بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. واحنا بنصدق ان ضغط 2 بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد لان البارتكلز دي اللي هتبطئ سرعتها وبعد كده يتفتح. ايوه الشعب. ايوه الشباب. البريشر بيقل سالب. معدل تغير في الضغط بالنقصان. فغصب عنك ضغط 2 لازم يكون اقل من ضغط 1. واضحه ضوء الشمس ممنوع الانفجارات او اللمس اهو. خلاص؟ تمام. ضغط 2 اقل من ضغط 1 عشان تغير البريشر جريدينت في الاتجاه بتاعتها بنقصان بدجل. يبقى انا كده عرفت ان ضغط 2 بيتحسب بهذا الشكل. تعال كمل. طب ما انا كده مش عارف اجيبها، انت بتقول لي لسه بزد. طب ما تيجي نروح زد. عندك السرعة؟
طبعا عارفين كل اللي على الشمال ده بصفر. ادي التكسي النيجاتيف روج جي سي بي على ماشي زوجي روج جي سي زائد كل ده في كلهم ده بصفر. طب وعدد الجاذبيه في اتجاه زد نيجاتيف يبقى جي زد بتساوي نيجاتيف جي. عدد الجاذبيه جي زد بتساوي نيجاتيف جي. اذا تتغير الضغط اتجاه زد بعد كده هتبقى رو سالب رو جي. وده هي الناحيه الثانيه ورو جي زد هي السالب موجود اهو حاضر معايا. كام؟ سالب رو جي زد سالب رو جي زد سالب اكس لا ما خلاص اكس 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 بس. ليه بقى؟ ما هو انا عرفت ان هي اكس وزد لان هي مع الواي وزد. انا عايز كده في اكس وزد لما رحت زد هتقول اكس وواي مفيش مشكله بس هي مفيش حاجه في الواي وده في اكس بس. وتغير الضغط في اتجاه اكس ممكن تحسبه بهذا الشكل. مش فاهمين 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 اهو مش الفي اهو وده الاكس وده الواي. الفلو ماشي بهذا الشكل وهنا اتجاه اكس وعمودي عليه واي ماشي وهنقول هنا اكس او وهنا اكس وانا وانا عندي برضه كده يعني مثلا هنا بي البريشر هنا عند اكس او بيساوي بي او سيادتك تعرف تحسب ده ازاي اهو. اذا يبقى تغير الضغط في اتجاه اكس بيجي من هذه الايكويشن ان البي بتساوي ان البي او زائد تغير الضغط في اتجاه اكس زائد الحته اكس اللي انت مشيتها فيها. يبقى انت دلوقتي تغير الضغط في اتجاه زد اهو. طب وفي اتجاه اكس اهو. اذا تغير الضغط ان جنرال ده لما سالب رو جي زائد البي او زائد تغير الضغط بالنسبه للاكس. طب الدلتا دي على اكس دي جبناها من الفيريسكوس اتجاه الاكس دايركشن. لا انت كقيمه مش عايز احسبها كقيمه. كقيمه انا مش عايز احسبها كقيمه خالص. انا حطها كده في الحرف زي ما موجوده في الفيروس من الفايبر. قصدك القيمة بتاعتنا هتيجي منين؟ اه لا مش لازم ادور على لا 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 هتيجي بهذا الشكل. طب يا شباب هو ازاي تغير الضغط ليه؟ اتجاه اتجاه لا عارفينها عارفينها طول ما انت طالع الزد بتقل الزد بتزيد والضغط بايه؟ بيقل. خلاص؟ لما كده حلينا مثلا رقم 10 معلش حل انتوا 10 يلا ارسم وطلع لي الباوند كونديشن يلا عشان تبقى حلو 10 ولا 11 ولا حلو 12 وانا على فكره مش هقول حاجه جديده خلاص كلها الباوند كونديشن ولف ودوران بس الا انت ارسم 10 وطلع لي الباوند كونديشن وقول لي الخطوه واحده هيطلع حتى يكلمني يقول لي الخطوات كده خلاص تيجي بقى رقم كام؟ رقم كام؟ رقم كام؟ مسألة رقم كام؟ Thank you.
كويس. عايز ايه؟ قال لك عايز هات البريشر فيلد والبروست فيلد. تعال نرسم البروست فيلد الاول. السرعات اللي ماشيه معاك في المساله دي بس اشمعنى؟ ماشي في السيتس فانا هشتغل وماشي بسبب الجرافيتي يبقى التلج كويس. طيب كده انا شفت الرسمه بتاعتي، عايز الباوندر كونديشن وعرفت انا سرعات مين اللي ماشيه. اكس الله ينور عليك اهو مش حافظين بقى. طب بص على المحاور بنشتغل على اكس بتساوي زد الله ينور عليك صح مش هيعرف سرعات. اللقطه الثانيه اكس بتساوي اتش خد بالك ان ده اتموسفيريك يبقى دي دبليو على اليوم ده دي دبليو دي اكس دي دبليو يبقى دي دبليو باي دي زد دي اكس دي هي السرعه دلوقتي في المركز دي هي هي ماشيه في زد بس تغيرها هي اكس يعني حبيت ارسمها باذن الله. المساله مساله بنت العين بس خلاص مش حاجه تاني واضحه؟ لو الكونديشن ونشي هتمشي هتستخدم الكونتينيوس ايكويشن ماشي هتطلع لك فضل الدبليو بالنسبه للزد بتساوي صفر يبقى الدبليو داله للاكس لان الواي بتفرق تمام الله ينور كويس كده عرفت ان الدبليو بتساوي اكس امسك الزد دايركشن بتاع الوينتر ايكويشن يطلع لك مين؟ كل ده بصفر؟ دي زيرو؟ هل يوجد تغير في الضغط في اتجاه زد؟ لا ليه بقى؟ هو اوبن بلوك يبقى تغير الضغط في اتجاه زد؟ مفيش خلاص ده اوبن بلوك اوبن بلوك خلاص عندك عدد الجذريه؟ صح يبقى زائد رو جي زد بس اكتبها نيجاتيف نيجاتيف يعني صح؟ زائد الميو هي هتفضل لك الثانيه بالنسبه للاكس هيطلع لك اثنين ثانيتين هاتهم البريشر فيلد ليه يطلع؟ مش لينير مش لينير حلو السؤال ليه؟ ليه البروفايل واخد شكل البرامج ده؟ مش لينير عشان في سكوير في سكوير في ال هو انا راسمها جنرال انا راسمها جنرال بس لو انا حبيت اسالك هقول لك فاكر المساله دي؟ واحد على اثنين بيو باين اكس باين يو زد كان تغير في السرعات كان عامل ازاي بقى؟ اشمعنى هو واخد انا هنا بقى انصبها ومتاكد كده ليه؟ هو ايه السرعة؟ عشان هي من الدرجة التانية عشان هي درجة تانية فبرسمها برامج دي كانت في الباي خلاص؟ هنا هتطلع لك في الدرجة الثانية بقى وتشوف مع الاكس سكوير ولا حاجة. البريشر فيلد خد بالك ده اويل فيلم، اويل فيلم ده يعني طبعا رقيقة جدا رقيقة جدا يبقى الضغوط بتتغير ازاي بقى؟ طبقة رقيقة جدا أحسن تفتكر اللي هي حاجة كده ولا أي حاجة لا ده هي طبقة عارفين البابل بتاع الأطفال الصغيرين اللي بيعملوا الشريحة دي كأنها اسمها فيلم اللي هو الأويل فيلم كده وده ده علم أصلا علم التزييد ده إنك الشحوم والحاجات اللي هي لما تيجي تدخل جسمين في بعض وتعمل التزييد ما بينهم كليرنس الله ينور عليك
الكليرنس دي بيكون فيها زيت وتزييت. فالحاجات دي مهمه جدا في علم التزييت ده الكال اللي احنا بنحكي فيه. فانت تفتكر استقرار الضغوط جوه عامل ازاي في الجوي فيلم؟ هو معرض للضغط الجوي او بيساوي تقريبا للضغط الجوي ليه اصلا؟ يعني ما تقوليش يعني اسامه كلم في واحد جدي ولا حاجه ونجلكت كمان زي ما انتوا قلتوا هيدروستاتيك بريشر ناتج من السراوند تمام. هي السرعه كام؟ السرعه من اصلا دلوقتي. واحد بقى عايز يشتغل على اكس وزد قوي قوي حلو قوي
حل بقى يا حبيبي المفروض يطلع لك من غير مومنتم ايكويشن ولف بقى لف واقعد اجري كده مع نفسك وضيع ساعتين وثلاثه مش عارف احلل ولا عارف اكمل والدنيا مكعبله. طب وليه؟ مش بغلط لكن دي الافضل والاسهل. خلاص يبقى انا الشرع عليه سنه. يبقى انا دلوقتي عايز اتكلم بقى وانت الكونديشن بيست على المحاور الجديد. عايز اتكلم بقى ان بتساوي زيرو ات ان بتساوي زيرو اليو اس ات ان بتساوي ان بتساوي دي هو ان ان بتساوي اتش ديو باي دي ان ديو اس ديو اس باي دي ديو اس باي دي اتش باي دي ان ال اي ان ماشي شوفوا زي ما هنا السرعه بتتغير في اتجاه مين؟ اكس. السرعه بتاعت زد بتتغير في اتجاه اكس يبقى هنا السرعه بتاعت اس بتتغير في اتجاه اكس. رجولة لا رجولة ما شاء الله عليك رجولة تفاهم سيسم رجولة هي السرعة مين اللي بتتغير؟ اليو اس بتتغير في اتجاه يعني هتبقى بالشكل ده. وانت طبعا عارف التفكير حل ازاي عادله الجاذبيه هتبقى ليك في الاكس ولا الواي ولا الزد اس ولا اس اس لا اصبر عشان انا ما شفتكش في الاول هجيلك بس انا دلوقتي عادله الجاذبيه اكس ولا واي ولا زد اس على الاثنين اكس وزد الاثنين اس وزد هو انا كاتب الكلام ده ببلاش يا شباب يلا انتوا عايزين دعوه ولا ايه؟ ها؟ اكس ولا واي ولا زد؟ يلا ولا اس ولا ان ولا ان ولا تي ولا اللي انتوا عايزينه اللي انت بدات كمله اللي انت بداته كمله يعني ايه اللي انت بداته؟ انت بدات خلاص اس وان يبقى على اساسه برضه الجي تتزرد على اللي انت بداته مش هنا حس اراضي الوقت ده بالاس والام وشويه كده اراضيها بالاكس والزد وشويه تانيين انت عايز كذا نشتغل معاك ايوه ايه ده خليك حاجه واحده مش بنراضي الناس خلاص. طب حلو يبقى انا دلوقتي لازم تتحل ازاي عشان تمشي بوزن الاس والام صح رجولة هتبقى هنا الجيم ساين مش اوفيشال انا ده اللي هو بيتسال ليه بالظبط
هكبر لك الرسمه دي دلوقتي. الاثنين في دول دول ماشيين فوق بعض. يقول لك عايز 6 باوند ريكوجنيشن. 6 وانا هسهلها عليك 4 سرعه و2 بريشر. هنجيب بقى الرسمه. انا عايز 6 باوند ريكوجنيشن و2 بريشر. وانا عايز امشي بسرعه. عايزين 6 باوند ريكوجنيشن بقى. والناس اللي هي خطيره بقى اللي هي ايه؟ لسه فايقه ولسه مصحصحه وفاهمين كل حاجه. اللي هو انتوا كلكم. عايزين 6 باوند ريكوجنيشن ايها الشعب. بس خد بالك. عشان ابقى متفق معاك كده هو التحليل اللي حضرتك عملته ده مش هو اصلا الالفا دي اصلا بتاعت الرسمه؟ موجوده في الرسمه بتاعتها المفروض تبقى المكمله بتاعتها. ما هنا هتبقى 90 ناقص. حلو حضرتك بقى كاتبها الفا يعني الفا ما هنا هتبقى 90 ناقص صح؟ ايوه 90 ناقص. طب هنا جي هنا هتبقى كوزاين كوزاين الزاويه يعني كده حللها كده شفت كوزاين الزاويه دي كوزاين 90 ناقص كوزاين خلاص. شباب دلوقتي عايز بس دقيق معاك ان فلويد توب سرعاته بتتغير هنسميها ايه توب سرعات اثنين. هنا في تغير في السرعات هنسميها تغير السرعات اثنين وهنا تغير السرعات واحد. يعني لما سيادتك تيجي تجيب لي باوندر كونديشن تحت هتقول لي يبقى السرعه واحد. كده حلو. يلا يا شباب بقى في اول واحده سهله جدا بتاعت عامه الشعب عن زد بتساوي صفر اليو واحد. ايوه ليه اليو واحد؟ لانها تحت عند فلويد 1 يبقى زد عند زد بتساوي صفر يبقى اليو واحد بتساوي ماشي ادي اول واحد يبقى عندي زد بتساوي صفر اليو واحد بتساوي صفر. ايه تاني؟ لا زد بتساوي اتش واحد اتش واحد بلس اتش اتنين يو اتنين بتساوي في بي. كملت فاضل اتنين اي واحد بيساوي. لا انا عايز سرعات دلوقتي وهاجي لك على وقت عن زد بتساوي اتش. عن زد بتساوي اتش كام؟ اتش واحد. اتش واحد ماشي. انتوا عارفين الناس بتقول ايه ولا لا؟ صح حصل 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 اه صح عند المكان ده برافو عليكم. ماشي يا يعني ايه؟ ثانية لو انتوا مذاكرينها انا مذاكرينها حلو برافو عليك. يبقى عند زد بتساوي اتش اتش 1 السرعتين هنا مشتركين مشتركين لان هما عند منطقة التماس فلازم هما الاثنين يشتركوا. ما ينفعش يبقى ده حاجة وده حاجة. ما هو لازم يبقى لازم الدالة تبقى متصلة ما تجيش عند النقطة صفر مثلا أو النقطة واحد تبقى دي ليها إيكويشن ودي ليها إيكويشن. لازم يدوا نفس القيمة عشان يبقوا مع بعض فاهم. ما يدوش قيم مختلفة. طب حلو عند الواي بتساوي الزد بتساوي اتش 1 السرعتين مشتركين. وفي ناس هنا قالوها بصراحة حاجة برافو عليهم عند الزد بتساوي اتش 1 نفس المعنى دوت ان الشير الناتج عن الفلويد 1 اكبر ولا اقل من شير 2؟ طب هتستفاد ايه؟ معلش انت هتقول لي ما انا مش عايز استفاد بالشكل ده. استفاد بايه بقى؟ الله ينور عليك. ايوه وعلى فكره البلوست بروفايل مختلفين. ايوه لا ما هو الفسكوست مختلف. ايوه اه انت قصدك هكمل يعني اه ماشي.
سنه كمان شفت الليست بروفايل الاسماك عامله ازاي؟ هتبقى مختلفه خالص، هتسمع لك في الاخر. عايزين الكيك اوند كونديشن بتوع البريشر. هو قايل لك في واحده على فكره، هو كان في واحده هو كان قايل ان هما في النص الاصابه اليس كذلك يا جد؟ البريشر عند 2.5 بيساوي ادي واحدة بصراحة خطرتها له باشمهندس قال لك ات زد بتساوي صفر البريشر بيساوي ايه تاني؟ الزد بيساوي ايه؟ الزد بيساوي صفر البريشر بيساوي بي نوت ده اللي هو اللي قال لك البريشر عند زاوية اتش واحد روجي اتش لا انا عايز واحدة بتساوي انا عايز اللي انت بتلعب اتش روجي ما هي هتبقى دي واحد تساوي اتنين برضه عن زد بتساوي اتش 1 جت منين بقى؟ هو ضغط اكبر ده ولا ده؟ ايه ما هما الاثنين عندنا نفس الليفل ما هو تساوي كنت هنا بس هنا في تغير في الضغوط انت لازم عند النقطه دي ترتب الاثنين نفس السرعه ما ينفعش اسمع انا لسه دي برضه كونديشن لسه بقى تحل في ايه بقى بالنبيل تاني استنى من دي انا جبت الحته دي كنت هستنى ليها روش اتش فولتاج اثنين اوكي فولتاج اثنين روش اتش دي هتطلع لك المطبع النبيل اللي هي تغير الضغط في الاتجاه الثاني هتطلع لك ما تقلقش لكن انا بقول باوندر كونديشن قيم خلاص كده دول الستة باوندر كونديشن بعد كده ستة تطبق لابير فوق ولابير تحت وايه وتنطلق حد لاقي اسم سوش السلام عليكم